أسعد الله أيامكم، ومعاكم عبد العزيز مونجي. طبعا قبل ما أتكلم في أي حاجة، أتمنى ونرجو منكم الاشتراك والتفاعل مع قناتي، مع لايكات أو الإعجاب، مع تعليقات الحلوة، مع تفعيل الجرس. وأتمنى بجد الاشتراك وأوصل للمليون لايكات والمليون مشترك. وعشان أستمر في الفيديوهات الحلوة، اشتركوا في قناتي. ونعدت عنوان الفيديو النهاردة يا حبايب، هتكلم عن رجيم الأكل. رجيم الأكل اللي هو التنسيف اللي عايز يخس. وقبل ما أتكلم في أي حاجة، هتكلم عن خاصة المشتركين. أنا عايز كده يكون في تفاعل مع قناتي عندي على اليوتيوب. عايز يكون كده في حركة. أنت عايز اليوتيوب عندي يكون نايم. شوية يجي واحد يشترك، شوية يشترك، وشوية يطلع من عندي على اليوتيوب. عايز يكون كده في تفاعل مع قناتي على اليوتيوب. وأنا قلت مليون مرة إن أنا بنزل فيديوهات حلوة. فعلاً أنا على طول بنزل. عايز كده يكون اليوتيوب عندي يكون في تفاعل وفي كده حركة. أنا بفضل الله يعني من نوع اللي أنا بشجع الواحد إنه يعمل رياضة. من النوع اللي أنا بشجع، وخاصة في الرياضة وفي الأكلات. لو واحد مثلا عنده كآبة أقول له لا شجع، روح غير جو كده. أنا عايز يكون في تفاعل مع قناتي شوية. مش عايز واحد شوية واحد يشترك شوية يحذف الاشتراك عندي. ما ينفعش، ما ينفعش يا حبايب. أنا عايز أقول المشتركين اللي عندي قدام عندي في اليوتيوب دول ما شاء الله عليهم، بقالهم فترة بس ما سمعتش منهم يعني تعليق ولا أي حاجة. أنا عايز أقول يا حبايب، لما بقول عفوا، لما بقالي شهور بقول أتمنى الاشتراك على قناتي، زاد اللقاءات وزاد الوجبات وزاد الكلام الحلو ما أعرف في الجلد، لأني باجي بدايات حلوة وأنتم بتشتركوا بعدين تحذفوا الاشتراك. هل ده ينفع يعني؟ ما ينفع. أنا حبيت أتكلم بس على السريع، عايز يكون في تفاعل كده وفي حركة. مش عايز اليوتيوب عندي يبقى نايم لدرجة إن أنا واحد بشجع يعني. أنا واحد صاحبي كان عنده كسل وخمول، لما أنا شجعته بقى بيتمرن معايا روح واجي كده. وأنا بس في رياضة، في كل حاجة أنا من نوع بفضل الله بشجع كده، بفوق الواحد عنه يخرج ويغير جو كده. ماشي يا حبايب، النهارده نتكلم عن رجيم الاكل، الاكلات اللي ممكن تاكلها في الرجيم لو عايز تخس. وعندي حل من حلين. لو عايز تخس لازم تعمل رجيم الاكل، لكن لو انت مدمن اكلات الحلوه يعني مثلا بتاكل رز وكبسه والحاجات دي، الرز والاكلات اللي فيها سخنه دي، لو كلت الاكلات دي لازم بعدها بساعتين تحرق الاكل اللي انت كلته. يعني انا كعزوز لو انا بحب الاكلات اللي هي الرز وكده مثلا في اليوم ده نفسه احرق اجري. لكن انت اما انك انت تيجي تاكل ومتحرقش الاكل انت كلته وبتتخن زياده. فعندي حل من الحلين، واحلى حل عشان تجيب معك نتيجه حلوه، لو انت انا عندي حلين، لو انت عايز تخس تعمل رجيم اللي هو التنسيف، لو انت بتحب الاكلات تحب تاكل رز وتحب تاكل حلويات والحاجات الكلام ده، في اليوم ده نفسه لازم تحرق وتجري لمدة ساعة مع المس. يلا بينا ندخل على رجيم الاكل. ياريت تشتركوا في قناتي، وعايز اوصل لمليون لايكات ومليون مشتركين. ركزوا معايا يا حبايب، وهات ورقة وقلم لكل من يتمنى يخس، ليه برنامج ليه للتنسيف اللي عايز ينسف اللي عنده دهون. يعني من ضمن الرجيم الفطار رقم واحد، الفطار الوجبة الأولى 50 جرام من الشوفان طهي مع حليب خالي الدسم في ميكروويف مع معلقة عسل طبيعي صغير، زائد 5 حبات بياض البيض، زائد فاكهة تفاح أخضر، زائد 2 كيوي. ده الفطار. الوجبة الثانية اللي هي الغداء، 100 جرام رز بني مسلوق، 300 جرام صدر دجاج، زائد حبة برتقال.
قبل التمرين، لو انت بتتمرن قبل التمرين بساعتين، الوجبة الثالثة 200 جرام بطاطس مسلوقة زائد علبة تونة بدون زيت زائد سلطة فواكه، ده قبل التمرين بساعتين. بعد التمرين الوجبة الرابعة 250 جرام ستيك لحم مسوي زائد سلطة خضرة مضاف عليها الليمون، وكذا هي الرجيم. وفي رجيم تاني لسه هقول لكم عليه، طبعا ده الرجيم الاول، هخش على الرجيم التاني. طبعا الرجيم التاني هو اتنين رجيم عندي، اما تمشي على الرجيم ده الاول اللي هو الاخف، وفي رجيم تاني اللي هي الورقة التانية اللي هي برنامج لتخفيف الوزن. اليوم الاول طبعا في الفطار كوباية حليب قليل الدسم مع 200 جرام كورن فليكس زائد حبة فاكهة، ده الفطار. الغداء قطع السمك مشوي بحجم كف الايد زائد 5 معالق رز ابيض زائد سلطة خضار، ده الغداء. العشاء علبة زبادي قليل الدسم، زائد ثمرة كيوي، ده اليوم الاول. اليوم الثاني 3 بياض بيض مطلوق زائد ربع رغيف بر زائد 3 حبات زيتون زائد ساي بدون سكر، ده الفطار. الغداء صدر دجاج مطلوق او مسوي بدون جلد زائد سلطة خضار زائد ربع خبز بر، ده الغداء. العشاء 3 تمرات برتقال. انا عاب في نهاية الكلام وعفنا عشان ما طولت عليكم، عايز اقول في الاول وفي الاخر، لو انت عايز تخس ما تتعساش بالليل، بالليل تاكل خفيف. بالرأي انا عندي حل من حلين، عندي حل واحسن حل. لو عايز تخس بالليل ما تاكلش، لو عايز تاكل تعسى بالليل تاكل لك زبادي، تفاحية، فواكه، اكلات اللي هي من ضمن الاكلات الخفيفه، ما تاكلش اكلات اللي هي التخن. ما تتعسش بالليل، تاكل لك زبادي اللي هي الاكلات دي، وفي الصبح تاكل عادي، تفطر بيض وحاجات. بس اهم حاجه رياضه رياضه رياضه، مفيش احلى من كده رياضه، وهي المشي مع الجري. الجري هو اللي بيحرق الدهون كل يوم لمده ساعه. وفرصه سعيده لكم، واذا عجبك الفيديو اتمنى الاشتراك على قناتي، وعايز اللي يشترك ويعمل لايكات ويعمل عقبات، مش بس تشوف الفيديو وتهرب وتمشي، لان انا لسه هستمر في الفيديوهات الجايه. يا ريت يعني بعد التعب المجهود ده كله تشتركوا وتنشروا الفيديو ده حتى انا اوصل لمليون لايكات. وشكرا